الحلقات اللي فاتت عشني في القارب، في الصناديق اللي كانت هنا كلها اختفت، نقلتها لمكان جديد وان شاء الله راح يعجبكم. الحاجات اللي جمعتها خلف الكواليس هندلها حاجات كثيره شديد، فهسه خلينا نفتح اللوت. اللوت ده طبعا بيجيب لي حاجات عشوائيه من ماب، فبس اللي نفتح الاول وطلع لنا حاجات ما عارفين فيها ولا اي حاجه. وزي ما قلت لكم البيت حابنيه وين ما حابنيه هنا. طبعا لقيت الدنجن العملاق ده المفروض انه يكون طاحونه، لكن حاسس انه في دنجن سمعت بعض الاصوات منه انه في زومبي وسكيلتون والحاجات دي، وطبعا ده طاحونه وعانه. كميه القمح الموجوده هنا خياليه، انا ما حازرع في حياتي كلها. في الحلقه دي ان شاء الله حخش البيت الدنجن ده اقتل الفيو وانظفه في اثناء الحلقه وكده، وبعديها اجي ابني اكسر الحته الفوق دي اكسرها وابني، المهم يكون في قبه هنا ده بكون بيتي. خلينا طيب نفتح اللوت باقه الثاني، نفتح البطبق الثاني وطلع لنا حاجات برضو ما نهجم على الحته دي. هذا خليه هنا اكس، ما توقعنا نحتاجه. طوالي فتش على السبونرات عشان شنو، نكتل الناس وبعدين نرجع نشيل نلوت اللوت كله. جهز السيف طوالي، وشكلها ما في اي حاجه فوق، حتى هنا ما في لوت ستور كده. والله انا ما محتاج يعني. شوفوا الارمور ده قوته كم، 8.45. ولا خلينا نقول نلوت بعدين، خلينا ننزل تحت. او ماي جاد، ده حيكون البيسمنت حق البيت. والله ما شاء الله، يعني والله بيت يعني عين عين عين. هنا ده لا ديسبنسر تحت هناي، وده ترمينال. وانا مش زعلان، والله انا مش زعلان، اصل انا حيوان. لا 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 انا حيوان، ومع الايام حد بيطلع حيوان، والباقي سبايدر مان، والباقي سبايدر مان. فجر يا اخي الليت لكف ترم كتشكتش. خلينا نضغط الليفر، خلينا نفجر العالم. انا هسه قبل شوي كنت بمدح في المكان يا اخي، ليه الحقاره دي يعني؟ ناس عين عين، قبل شوي كان في ديسبنسر وحاجات بركات، هسه عين عليك والله. فجر بقى السطحي قاعد تحت، والمكان ده هسه ظبطوه كيف ذات، استغفر الله. ما يا اخي حقارين ايش هنا، كان حيكون حاجه اسطوريه، لكن هسه وات از ذس، خاشي في كهف وخاشي بس شدة ذاته يصلحه كيف. قاعدة لنفسي، ما تضغط اي ليفر ما لم تتأكد، ما تضغط حتى لو تأكدت ما تضغط. انا وانا استغربت قلت ليه ما في وحوش يقاتلوني وكذا، ذا دنجن اسطورة ما اعرف شنو. الغير طلع خدت لي مليون 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 كريبر، لكن ما تجي تخدت لي الا. والله زعلت ذاته، كنت ذربني والحلقة دي، لكن شكلي حأجلها للحلقة الجاية ونمشي الحلقة دي. خلينا هسه طيب، ما دام انه ما حنبني البيت في الحلقة دي لانه لازم ندير له اصلاحات ثقيلة، والتصريحات دي مع اللاقة اللي بيجيني في وقت التصوير ما اتوقع اني حقدر اعمله. فخلينا هسه نسوي التطوير مؤقتا هنا، نعمله هنا مؤقتا، وبعديها لما اظبط البيت ان شاء الله في الحلقات الجاية انقله للبيت. خلينا نكمل الحتة دي. زين لابس لازولي ما شاء الله كان عندي. صح التروفي ده اللي شايفينه من اول حلقة ده ادوني له، عشان قعدت الوت صناديق كثير فادوني ايوه ستر دي اللابس، فادوني جايزة دي كهدية لي اني ملوت يعني. خلينا نطور البون نشوف باور سيري يا اخي. شوف انا ما بعرف الحاجات دي، المهم طورناه. خلينا هسي نمشي للنذر، خلينا تاني ايوه هندي للبلاعة، خلينا نمشي. اول مرة نخش النذر حيكون اللاك، ايوه الحمد لله اشتغل الهناي. خلينا اول حاجة نكسر الخشب بتاع النذر، خلينا نستكشف العالم ده شنو. ده اميثيوم وده ما عارف شنو، وخشب تحت الواطة ونحن ما عارف. قلعة طوالي كده لقينا القلعة، معقولة ما في اي حاجة في الهناي ده؟ خلينا ناكل ضربة واحدة يموت. خلينا نجمع بليز عشان نقدر نمشي للانت. الانت شوفوا النذر يتغير 460 الف درجة. خلينا نجرب موبيانكر هل بينفع على البليز ولا لا. شلنا يا جماعة، هسه عندنا بليز يعني ممكن نجي بكل بساطة نخط كده وموت، ما اعرف الفايدة شنو، لكن شنو كويست كومبليت. صح في كويستات هنا ممكن تعمل كده، تشيل هنا تشيل كل الجوائز، عينه جوائز اللي ادوني لها اكس بي اكس بي اكس بي ما اعرف حاجات كثيرة كده، وادوني بليز 8 حبات اوه ماي جاد. صح نجرب القنبلة ان شاء الله بس ما يفجر السبونر.
يا غانو تجميع البلاس خلوه لي بعدين، لكن در انا در استكشف النذر اكثر. واخيرا صندوق، والحته دي اسطوريه. واخيرا لقينا لنا صندوق، حاجه صندوقين ثلاث، لا لا ما اكثر، خلينا نفتح صندوقين دل. يلا لقينا سبونر سنجل قرشر حاجات كذا انا ما عارف فيها ولا اي حاجه. جيب جولد بليز جولد، كيف بليز جولد؟ ولقينا شنطه جولد، شنطه جولد، شنطه كيف جولد؟ جولد باك باك باكيت بستون حاجات. شنو شجره اصبر ده بلبسوه يا جماعه في يدي تحت يمين بستون. او ماي جاد سوي نوك باك لورا. الهلمت خلاص ده تموت وشكلها حتتكسر علي، لكن انا لقيت الحاجه دي غريبه. دي بتكون شنو؟ ممكن تكون خليه نحل. هنا شفت انه في دراج، فليش ما دقيقه الشمع وين؟ شوف شمعه واحده ما مشكله، مع انه شايفين اي حاجه لكن او ماي جاد بليز سبون سبونر بليز بيخلع تحت الواطه. ما تقول لي ده ما ينشاف. او ماي جاد عشان كذا انا بحب المودات. مشكلة انه عادي اسحب على اللافا، اسبح في اللافا اقصد، لانه اصلا ما فارقة معي، عندي ما شاء الله مليون قلب. فعشان كذا انا خايف بس انه والله ما شاء الله يعني ابدعوا جابوا لهم ماينشافت. ماينشافت في النذر اكثر من كذا دار شنو؟ والله ما شاء الله ماينشافت في النذر احلى حلاوة. اوه ماي جاد ده شنو ده؟ باك ده شنو ده؟ ايه باكيت. ايوه ده سكرول اوف انفيزيبيليتي كذا يجيب كل حاجه، يعني ماينشافت جوا النذر. دي حاجه مستحيل تلقاها في ماين كرافت الطبيعيه ولو بعد الحين، يعني حاجه غير معقوله اصلا. مشكله بكاكس دايموند وما عندي بكاكس غيره لا حاليا، يعني ممكن ارجع البيت اشد صراحه. الاوردر اندر يا الله الاوردر ده اشوف شنو يعني بيعمل شنو. تحرقه بالديك ريسونابل بليت. اها ريسونابل بليت ممكن تعمله في الدروع. انا خايف الدروع دي ذاتها تتكسر. خلينا نرجع البيت. الحلقه الجايه ان شاء الله حتكون منظمه الحاجات دي كلها، وبعد ما اضبط البيت واعمل الغرف واعمل التفرعات وكل حاجه. فالحلقه الجايه ان شاء الله يمكن يعني تتاخر وكذا. فهنا وصلنا لنهايه المقطع. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والشير، ومع السلامه.